قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة سويس الشريف باسم الأمة. باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. أنا ما أقولش هذا، أنا أسأل عند مين؟ قيصان كارو البلاط. من حقن الواحد دوب يا شيخون، محدش ضمن عمره. مش بقول لكم، الناس دي مش ناوية تجيبها البر. كلام إيه ده يا جدع؟ دول أجدع ناس، ولعلمك بقى عارفين مصلحة البلد كويس أوي أوي أوي. مساء الخير يا خواجة معوي. رد رد السلام. مساء الخير يا شيخون. مساء الجمال. مرحبا ست الكل. ماله يا اخويا الخواجه بتاعك؟ شايل الهدم على دماغه قوي كده ليه؟ بعيد عنك الحال مش ولا بد. الحكومه هتخلي الخواجات كلها تسيب البلد. جيتوا للصراحه كل المشاكل من تحت راس الخواجات. احنا السبب يا حبيبي، كل واحد في البلد دي بيبص لمصلحته وبس. وهي فين المصالح دي يا حسره؟ ده من يوم الحال ما اتغير والبلد اتقل خيرها، نص كباريهات البلد قفل والتاني فلس. اه والله، هي الهاني كانت موظفه انهي كباريه؟ اللي كانت بترقص في الست والدتها. بقى محدش يعرف الست دلال دي، كانت راقصه متصيطه في كباري النجم. بس خساره بقى، طلعت في التطهير. دنيا ما بتدومش. صب لي واحد قطران يا شيخون. يا مؤاخذه، القطران خلص يا ست الكل، اجيب لك اي صنف تاني. يا اخي اي حاجه تانيه، زفت هباب، اي حاجه تدوخني وخلاص. عينيا، خليها على حسابي يا شيخون. فاهم كمان. مسك فل يا سعاده البيت، هات الكاس وتعا ورايا يا شيخون. انا يا ست الكل. وكل حق بوزارة التجارة. اسمع سيخون، من بكرة هلا واخد يفتح البار، مكتوب فيه للبيع. ماشي كلامك يا خواجة، مع ألف سلامة. يلا ولد. خليل صاحي؟ مرحبا يا شيخون. تعال عاوزك اعمل لنا كوبايتين شاي نعام. من عينيا يا اخوي. هي الزين، مش معقول تكون اختك وحشتك قوي كده. انا ما نمتش طول الليل من الفكر. غير يا اخوي، الخواجه هيبيع البار ومفيش حد غيري اولى بيه. ومال يجيبك كام يعني؟ كل اللي احتكم عليه 500 جنيه. ايوه، يعني يلزمك قد ايه؟ مش اقل من 1500. لو تصبر عليا كام يوم كده ادبر لك انا. خايف للبيعة ياكلها حد غيري. اختك عندها جزء اساسي وتبقى حمل، مش هيعملوا ولا حاجه. هدفع لك 1000 جنيه يا خواجه. دي مش كلام سره، دي كلام لا مؤاخذه. خلاص هزودك 200. حرام عليك يا جدع انت، بار طول بعرض زي ده
عايز تطلع في 1200؟ رأي يا شيخون، انت جاي عليا قوي كده ليه؟ صدقني يا خواجه مش هيجيب لك اكتر من كده. ريح نفسك، انا عندي بقى اللي يعرف يقدر البار. ايوه مظبوط، بلاش انت حبيبي، انا مش راخي بيع. ما تسمعش كلام الواد ده يا خواجه، بعدين يسوحك وما تلاقيش حد يشتريه. انا مش راخي بيع، انا سيبه تذكار زي الملك فاروق، ساب كل حاجه هنا ومسي. اتفضلي، انا مش فاضي. اموت انا في المال بلا فلوس. يجدك يا عم بربيه يا راجل اختشي. مش لما جمالك يختشي الاول. طب انا عايزه واحد تاني. واحد بس؟ قول اتنين تلاتة. املى يا شيخون. مالك يا شيخون؟ شايل الهم على دماغك انت كمان ليه؟ تكونش اتعديت من الخواجه بتاعك؟ انت يا اخي ما عندكش نظر، تبقى الحلاوه دي كلها قاعده قدامك وتشيل الهم. معاك حق يا عم بيه، هي حلوه بعقل. حسابك كام يا شيخ؟ 3 جنيه و70 قرش. 5 جنيه وخلي البيع علشانك. ليلتك انس وصباحك لبن. اتفضل سيخون، اخس على دي ناس عايزين يستر. واخد بار بفلوس اونطة. روق انت بس يا خواجه، ما تحملش حاجه. انت عارف خليلي واخد يشتري بار؟ بار خواجه اخسري. انت بتقول ايه خمار؟ ايوه خواجه اشتريه يعني اشتريه. ايه ليه؟ لازم خسر حاجه في مخك مش تمام. عايز استنى واخد 100 سنه. بقول لك يا خواجه، انت عايز كام؟ 2000 مشين اس واخد مليم. عد دول كام؟ 700، وعلى بكره اخر النهار اكون دبرت لك 300. قلت لك ما يقضوش. طب والعامل؟ بقول لك ايه؟ انا عاوزك تشوف الاتنين عيال جدعان. ناوي على ايه؟ تصدق يا بنت لقطع خبرك؟ قلبها سمكة. مش انت قلبك يا معور؟ يا شيخون واسلم لي بدنك وعافيتك يا اخويا. ما قلت لك 100 مره بلاش تمشي لوحدك بالليل يا ست دلال، ولاد الحرام كتير. اعمل ايه بس يا اخويا؟ ليلى انا احسب بعيد عنك. طب اتفضلي اوصلك البيت بعيد. انت ده خطوتين اتنين بس. طب اتفضلي. يلا يا اخويا لوكا بيسيبه. هو ايه؟ يكونوا سرقوا حاجه من الصيغه ولا حاجه؟ لا لا الحمد لله. طب الحمد لله ربنا ستر بعيد عنك. كله سليم. البيت اهو. طب تصبح على خير بقى يا ست الكل. الله انت رايح فين؟ ما تيجي نشرب لنا كاسين مع بعض تروق اعصابك بعد اللي حصل. دي الست سهرانه الليله دي. بس لا بس ولا حاجه. تعالى تعالى، ده انا حتى فين وفين على ما بيجيني نوم. دي سومه. ايوه بقى. تعالى. انا جاي اهو. يلا. اتفضل. يا ساتر. خش يا اخويا مفيش حد. هغير هدوم. اتفضلي. ستتها متجوزه مستوظف في الحكومه قد الدنيا. بسم الله ما شاء الله. لزومه ايه بس التعب ده؟ دي حاجه على مقاسه. عجبتك شقتي؟ لا
دي حاجة فل قوي. اهي دي بقى اللي طلعت بيها من الدنيا. خد في صحتك. في صحتك انت ست الكل. انما انت ساكن فين يا شيخون؟ انا؟ انا من حبي في البار ما بنامش الليل غير جواه. يوجتك ايه يا شيخون؟ ما تمد ايدك امال ولا عامل نفسك ضيف؟ ابدا، ده بيت يا ست الكل. والنبي انا من ساعة ما شفتك وانا ارتحت لك، ما برتاحش الا لكلامك. بكرة وشرف كل حاجة هتبقى قسطة. هشتري البار والقشة هتبقى معدن، وساعتها بقى الواحد يتجوز ويبقى له بيت وعيال زي بقية الخلق. بصراحة ما يعيبكش غير اسمك. هما سموك شيخون ليه؟ أنا اسمي الحقيقي سليمان. لكن سموني شيخون لما لقوني شايل هموم الدنيا من بدري. شو بقول لك دمك فيه؟ تجوزينا دلال. شوف يا اخويا الواد اوام كده. قال على رأي المثل، سكت ناله دخل بحضاره. انا بتكلم جد، يعني عجباك الشحطاطة وجع القلب كل ليلة والتانية؟ اهو نلم نفسينا وكل واحد ياخد بحس التاني. وبعدين معاك في ليلتك اللي مش فايتة دي. صدقيني يا دلال، اللي زيك محتاج لظهر جامد. روشتني بكلامك. طب اهدى عليا لما اخد نفسي. حبيبي يعني مش فاضي لوجع الدماغ بتاعك ده. وانا بقول لك يا خواجه ما حدش خشاني برضه غيري. لازم اسيب البلد بعد 4 يوم. الفلوس هتكون عندك بكره الصبح. بكره الصبح؟ بس انت بس احفيني من الشغل الليله. وانت اختمتك شغل الليله ليه؟ اختمتك واخد سرقه؟ فشل يا خواجه. انا هجيب لك الفلوس على سنة الله ورسوله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبروك يا شيخون. ربنا يبارك فيك يا شيخون. مبروك يا ست دلال. مبروك يا ست سميحة. شرفان يا نعام. ربنا يبارك فيك. شرفان يا شيخون. شرفان يا سميحة دي يا شرفان. حاضر. استأذن انا. مع السلامة. ايه ده يا مدرسة يا سميحة؟ معقولة عاوزة تنزل كده من غير ما تتعشى معانا يعني؟ بقول لك ايه؟ ايه الجيات دي؟ ما تجيش تأخري عليا بإسألي. ها؟ طب مع السلامة يا أختي. مع السلامة. ويبقى لي بيت وجوز وعيال. الله. ايه ده؟ انت هتعمل بصيغه ولا ايه؟ لا يا حلو، انا ما طقش واحده تنام جنبي دراعاتها اتقل من دراعاتي. لا خف الحموله دي شويه. ولو ان عمري ما قلعتهم قبل كده. انما ما دام انت عايز انت تقمر يا اختي. ما تنزرجلش. ايوه ايه دي؟ جبت الفلوس دي كله منين؟ ربنا سترها بالحلال يا خواجه.
شيخون سختي سختي يا خرابي سختي سختي شيخون شيخون هات الترابيزه دي هنا خلي فيه دايما طريق الناس بتمشي تتصور دمه ايه الشيخون اللي قاعد سختي سختي فين يا شيخون اطلع قاعد اسبت وديت الثقه فين وديت الثقه فين ها انت كلمني سرقتها يا شيخون تسمعني يخرج حياتي يا شيخون خلاص يا بنت سختك ده ايه؟ حالتك ايه يا حالتي؟ امال انا جوزك ازاي؟ كده يا شيخون؟ طبعا انا بقى حوالي في 60 داهية بعدين معاكي بقى بلاش هوسع امال خليني اعرف اشوف شغلي لا لا حرامك يا ولعان ده انت هتجيب لي سيرتي غصب عني اني عينك وعين هبلغ فيك البوليس يا حرامي يا نوري يا ابن الكلب عزك كمان هتطول لسانك؟ ايه تسمع صوتك؟ انت بابا؟ هنا محل شغل؟ روح بقى نزل الكراسي اللي هناك يا رب وبعدين قلت لك مش عاوز هاوسه خلينا نشوف شغلنا دي ليله افتتاح اشتري البار ده باي طريقه حتى لو كنت قتلتلي قتيل تسرقني تسرقني انا يا شيخون ده انت انا في حبي طول الليل تسرقني يا كلب يا جبان يا حيوان قلتلك بلاش قله ادب الكلب تقيله خارج عليا كمان وبعدين معاكي بقى دلال مش كده امال ايه هو كده طب ايه هو تعالي تعالي بس تعالي تعالي انا عارف انت عايزه ايه طب اهدي اهدي بس هو فين دلوقتي تعال يا خليل تعال مد شوية كلمتين بس مش عايزين وجع دماغ شيل خليلك يا خليل سبت شغلك ليه بس يا شيخون عيب يا راجل ده احنا اخوات ايه الحكاية خليل حرامي ولابسها كمان تهمة شروح في قتل يعني انا كنت عايشة العمر ده كله مع واحد حرامي جوزك راجل جدع يا انعام انا لا يمكن اعيش معاه بعد النهارده دقيقة واحد انت لازم تخلصني منه يرضيك ان اختك تعيش مع واحد حرامي الله هو يعني كان بيسرق عشان مين مش عشانك يا انعام انت لازم تقفي جنبه انت بتقول ايه يا شيخون اقف جنب واحد حرامي حرامي ولا قتله قتله انت مالك انت المهم ان الراجل كان مكفي بيته انا هقوم اشد له واحد افوكاتي وفك عنه كربته ان شاء الله الهيني الشتاء بيدك عشان اخلص منه حكمت المحكمه حضوريا على المتهم خليل عبد الباسط شعبان بالسجن لمده 10 سنوات مع الشغل قومي قولي له كلمتين حلوين حد الله ما بيني وما بينك ترى يا نعام تسمع كلامه مال قومي شد حيلك يا خليل ربنا معاك مش هوصيك على انعام يا شيخون مين يا شيخ اللي تطلبه تدوه لها لما نفسك تتحاسب عيب يا خليل ما تقولش كده انت هتوصيني على اختي المهم انت بس ما تفكرش في اي حاجه بس يا انعام بكره ان شاء الله يطلع لك بسلام هتوحشيني يا انعام شوفوا بخير
خش يا نعام. عوافي يا دلال. الله يعافيك. تعال ورايا يا نعام. يا راجل اقف كده وكلمني ورد عليا زي ما بكلمك، ايه الحكايه؟ شيخون، انت يا شيخون. اختي يا نعام هتقعد معانا هنا. تقعد معانا ده ايه يا عمر؟ هو كان بيت ابوكوا ولا كنوش فاكرينها لوكاندا؟ وقت حسي بلاش فضايح. هو تحس ده ايه؟ هي المحروسه اختك مش ليها بيت ولا هو انت عاوز تعرفني وبس؟ ما اقدرش اسيبها تعيش في البيت لوحدها وجوزها في السجن. وانا كمان ما اقدرش اعيش مع مرات راجل حرام البيت واحد. اخرسي! لولا اللي في بطنك ده انا كنت كسرت دماغك وطردتك بره. ليه؟ عشان بكلم الحق. ده انت علم يعلم بيها لربنا. الحرامي اللي مش عاجبك ده اجدع واشرف من ناس كتير. كفايه انه اداني اللي حيلته عشان اشتري البار من غير ما ياخد عليا ورق. انتوا حرين مع بعض، لكن انا بقى. وانا كلمه بقى. وانا كلمه ايه يا شيخوت؟ يا اخي اوعى بقى يا يا راجل اوعى. لا ايه؟ دلولة. دلولة بقى انت جننت الدلولة دي. ايه بقى؟ ولو ان لسانك عايز اقطعه لكن برضه بحبك. انت بتتكلمي جد يا نعام؟ خش شوفهم ولدين زي القمر. ناس كتير شبع يا ابو هاشم. الف حمد لله على سلامتك يا دلال. شفت ولادك؟ بدرين منورين يتربوا في عزة. هو ده الشغل المظبوط. خد حته ب 10 ايه كل واحد بخمسه. من يدي ما نعدمهاش عقبال ما نزل فيهم يوم فرحهم. تعيش. مبروك يا شيخون. عقبال عوضك يا سموح. تعيش يا اخويا. شفت جبت لك ايه؟ يا ريتك كنت تستاهل. مقبولة منك يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا ولا من خلفك. هتسميهم ايه؟ هسمي اللي ناحيتك ده زهير على اسم الله يرحم ابويا. واسمي التاني ده ونيس على اسم اللي ما يتسمى ابوكي. طب غور بقى من قدامك. ألف مبروك يا شيخون. ألف 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 شكرا يا جماعة وعقبالكم كلكم. شوف كل واحد يشرب ايه الشرب اللي نادي على حسابي. ألف مبروك يا راجل يا مجدع وعقبال ما اتجوز ولاد ولادهم. تعيش يا سعيد. تصدق بالله عشان خاطر الليلة المفترجة اللي زي دي أنا لو جالي زبون دلوقتي عشان أقتله حد هقتله اللي هو عايزه مجانا. محدش يتحرك. كله يقعد مكانه. مساء الفل على الظابط. في ايه كفالة الشرق؟ فتشوا تحت البار. مش مؤاخذة يعني، اعرف في ايه؟ في خمرة مغشوشة يا شيخون. ايوه يا حضرة الظابط، أنا كل شغلي في السليم، ده محل محترم. بقول لك ايه؟ مش عايز لمادة. أمرك يا سعادة الدين. وده ايه؟ سبرته؟ سيادتك دوق وانت تعرف. تمام يا فندم، ملقناش حاجة. متأكد؟ متأكد يا فندم، كل الأزاز سليمة ومختومة. مش قلت لحضرتك أنا بتاع السليم؟ اتفضلوا واشربوا كاس على حساب المحل.
صباح الخير يا نهار. يسعد صباحك يا اخويا. يا صباح الفل يا صباح الفل. يلا بقول لك ايه يا انعام؟ يلا يا بابا ابي غيري العيال. ربنا يقدرني واربيهم تربيه عليوي. انا ناوي اعلمهم احسن وعلام، هدخلهم مدارس الهاف لايف، وحصرف عليهم دم قلبي لحد ما يكبروا واشوفهم كده قدام عينيا يبلوا العين. بقول لك ايه، انا عايزه فلوس. الله، انت مش لسه واخده المصروف يا دلال؟ انا عايزه فلوس اشتري بيها ذهب يا شيخون. عارف يعني ايه ذهب؟ اوه، انت يعني ما بتشبعيش ابدا؟ ايه، هترجع تاني تلحس كلامك؟ انت مش قلت لي هتعوضني عن الذهب اللي لهفته؟ فضيها من دي سيره بقى. حق يا شيخون. ما قلناش حاجه يا دلال، بس احنا ورانا مصاريف كتير، يعني لازم نلم ايدينا شويه. ده انا كلامي لسه ما بردش عن العيال ومستقبلهم يا دلال. احنا فين والعيال لما يكبروا فين؟ الايام بتدور بسرعه يا دلال. خلاص، بدل مش قادر تصرف عليهم سيبنا انا بقى اتصرف. يعني ايه؟ هرجع ارقص تاني. انت لازم اتجننتي بقى، ام ولادي تشتغل رقاصه. ليه؟ هو انت كنت جايبني منين؟ ما انت واخدني يا حبيبي رقاصه. ده بدل ما تقعدي في البيت وتربي العيال. البركه في اختك انعام، دول متشعلقين بيها اكتر مني. تقومي تروح تهز وسطك قدام الناس، يجي لهم وش زي ولادك لما يكبروا. ومالها الرقاصه؟ تعال شوف زمايلي دلوقتي، صورهم ماريا الجرايد والمجلات. يا فرحتي. يسمعك كده يقول عليك نظر مدرسه. من صاحب اردغانه وماله؟ كل واحد لازم له شغلانه يكسب منها عيشه، المهم يكون شريف. خلاص اقلب البركه بريه، وساعتها بقى برقص قدام عينيك الاثنين. واسحب لك الزباين لحد عندي، مش كده؟ وكل حاجه بقى تبقى رسمي. الله، ما انا بصراحه زهقت من قهره البيت، انا طول عمري واخده على الشغل، على راي المثل الايد البطاله نكسه. اسمعي يا بنت الناس. نعم. تيجي تقعدي على الكيس وتمسكي حسابات المحل، وهو برضه تشوف الشغل ماشي ازاي، محدش ضامن عمره. مساء الفل يا ست الكل. مساء الفل يا بيه. مش حرام الجمال ده كله يقعد القعده دي؟ اعمل ايه بقى القسمه كده؟ قسمتك واسعه قوي يا جميل، بس ان شاء الله. طب روح اقعد لحسن بعدين تتدلي. اشرب عشان اضرب في بوقي 100 ازازه ولا انجليش. اسمع بقى، بقول لك هنا مكان محترم، فاهم؟ يعني عايز تقعد تسهر فيه بادبك اهلا وسهلا. شيطانك يغويك على حاجه ثانيه، روح دور عليها في مكان ثاني بعيد عن هنا. لا 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 لا، احنا مش جايين نتبسط ولا ايه؟ طب قول بقى من قدامي قبل ما تصيطك يا ابني. قول شيخون. عم شيخون. ايه يا رب؟ خليك بره. مين؟ خليل؟ ازيك يا شيخون؟ ايه؟ طلعت ازاي؟ هربت. ولا يهمك، طمن، انا هوضب لك كل حاجه. مساء الخير يا اخوي. اسعد مساك يا انعام. ازيك يا دلال؟ كويس. شوفي الواد ونيس ابن الكلب رافس الغطا ازاي. احضر لكم العشاء. خليك قريب من الامام. لمستي؟ وطي حسك لاحسن الوليه تسمعي. وانت حصل الكلام ده؟ انا شفته النهارده. بقول لك ايه، مش عايز مراتي تعرف اي حاجه عن الموضوع ده، انت فاهمه؟ طب وهو راح فين دلوقتي؟ هو ما راحش. بدل ما انتوا واقفين تتسايروا كده، ما تروحي تحضري العشاء، انا ميته من الجوع. حاضر، انا كنت بس مستنيه على ما تغيري هدومك. الله، جري يا دلال، ما تخفي شويه، مش كده؟ الواد البهيجي كان عايزك ليه؟ خلاك سبت البار وخرجت. اه كلام فارغ. قال ايه؟ واحد سكران مرمي قدام البار. يلا بينا، يلا بينا عشان علي اصحى. يلا. صبح دي اما انت مزعجه في المزعجه. صحيح. ايه؟ اوعى يالا، الله حدش يتحرك من مكانه، فتشوا البيت كويس. الله الله الله، في ايه؟ في ايه حصل بالظبط؟ الله ايه اللي حصل بالظبط؟ هتستهبل يا روح امك؟ خليل هرب. طب تصدق بيه يا حضرة الظابط؟ ولا عندي فكره عن الموضوع. في يا شيخون عملت ايه؟ رد عليا. اهدي اهدي، مفيش حاجه. اهدى ازاي؟ ايه اللي دخل البوليس استعاني في البيت؟ ما تتخضيش قوي كده، ده مجرد تفتيش علشان في مجرم هربان.
امشي 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 جوه، امشي جوه، حط حاجه على جسمك، امشي. بقى خليل هرب من لومان، انا مش مصدق، دول قالوا لي هناك انه حسن السير والسلوك. تمام يا فندم مش موجود. شفت يا حاج ظابط، مش قلت لك انا لا يمكن اكذب على الحكومه ابدا. شيخون، انت عارف جزات اللي اتسطر على مجرم هربان ايه؟ طبعا يا حاج الظابط، انا افهم في القانون كويس قوي. يلا بينا. امرك يا فندم. مش معقول، مش معقول هتنزلوا كده من غير ما تاخدوا اي حاجه. طب شو يا حاج الظابط، انا لست مشرف. مع السلامه. طب اخواننا المخبرين بس ياخدوا اي حاجه معاهم. حلو حصل. مع السلامه. مع السلامه. قلقتوا منامنا الا هيقلق منامكم. كان مكتوب لي ده كله فين؟ على اخر الزمن البوليس يخش مني؟ كدب بقى، انا مش ناقصك. ده تكدايه فيكم في الحكومه في يوم واحد. انت تستاهلي اكتر من كده. ايه اللي غصبك على القرف ده؟ دول يتعاشروا دول؟ الصبر طيب. صبر على ايه؟ هو بعد ما عمل عملته السودا دي وسرق سيختي كلها كنت تستني معاه ولا ثانيه واحده؟ يا اختي هو انا كنت قادره اخلص منه وما خلصتش؟ ده شطار مش بني ادم. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا دلال؟ ده انت طول عمرك بتلعبي بالرجاله زي السيجا. معلش انا وهو والزمن طويل. والنبي انت بس لسان. هتعملي ايه يعني؟ بكره تتفرجي وتقولي دلال عملت. هاي خدي دول اللي قدرت اتحصل عليهم منه. إلهي ما تحرمش منك يا رب ويخلصك من الغمه اللي انت فيها. يا قادر يا كريم. صباح الفل يا خل. صباح الجدعان. خد. يلزم حاجه تانية؟ كتر خيرك يا شيخون، جميلك ده عمري ما هنساه. خيرك سامي يا خليل. اؤمر انت بس. نعم وحشاني يا شيخون، هتجنن، نفسي اشوفك. حاجه بالك لحد عندك، بس اصبر انت لغايه البوليس ما يكن شويه. على اذنك. ما نحرمش. زي سميح بتسلم عليك. بقول لك ما اعرفش اي حاجه على الموضوع ده. طب وانعام برضه ما تعرفش؟ وهي انعام بتعتب بره باب البيت. فضينا فضينا مني سيره بقى. فضينا مني سيره بقى. هطمنك وهريحك. هريحك قوي. شد اوعك كده. للصبح. عارفه خد معاك حق ولا باطل. للصبح. ان شاء الله ده شبابي وعافيتي. اذا كنت اعرف المنيل على عينه ده مستخبي فريده هي تاخده. انا قلبي عليك. شايفك مش وش بهدله. كتر خيرك يا حضرة الظابط. يبقالك قد ايه متجوزة يا شيخون؟ كان يوم اسود ومنيل يا اخويا. ابعد عنك يوم ما ضحك عليا واتجوزني. يا تبان عليك مش مبسوطة معاه. كل حال وله اخر يا حضرة الظابط. على العموم انت لو ساعدتينا هيبقى لك مكافأة كبيرة قوي. انا مكافئتي يوم ما اخلص من العذاب اللي انا فيه. مرحبا يا احمد بيه. خير ان شاء الله. ده مجرد تفتيش روتيني. وماله؟ احنا برضه خدامين الحكومه. تمام يا فندم مش موجود. انا بس صعبان عليا يعني تعبكم كل يوم والتاني. صدقني يا سعاده بيه، انا لو اعرف اي حاجه انا ما كنتش اتاخر. دي حتى تبقى خدمه وطنيه وتبقى حاجه حلوه قوي قوي. ممكن الواحد ياخد جايزه. مع الف 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 سلامه. الف سلامه. أرستم وشرفتم يا باشا. بتسير معاك يقول لك ايه؟ مين ده؟ الواد الظابط اللي فرحان بنفسه. كان بيجرجرني في الكلام، فاكر انه هيقدر ياكلني. جاته دهية بشكل اللي يلطش. انا الجمل وانت الجمل. ايه امسك العيال كويس لا يقع يا انعام. اللي يسمعك وانت بتقول كده يقول عليك بتخاف عليهم اكتر مني. دول دوا عينيا اللي بشوف بيها يا انعام. ربنا يخليهم لك ولا يتحرموش منك ولا تتحرم منها. بقول لك ايه يا انعام؟ خليل عايز يشوفك بكره. مش عايز اسمع سيرته ولا اشوف خلقته. عيب يا انعام. لازم برضه تشوفيه قبل ما اقربه لبلاد بره. ايه؟ تهربوا على بلاد بره؟
وجايز دي تكون اخر مره تشوفيه ويشوفك فيها. وانت كلام ده؟ انا الجمل وانت الجمل، انا الجمل وانت الجمل يا جمل. هما العيال لسه ما ناموش. بالحق يا دلال، انا عايزك بكره تقعدي في البيت مع العيال. اشمعنى؟ ايه اللي اشمعنى؟ هي عافيه خالتي بتموت. وحشانة يا بحيو. اخص عليك، اخص عليك. لا بقول لك وحشانة، وحشانة. خطوة عزيزة ست دلال. لسه فاكر اسمي؟ هو اللي زيك يتنسي؟ اهلا وسهلا. اشربي ايه؟ مش تستنى عليا لما اخد نفس؟ على راحتك. ما تتصوريش انا سعيد قد ايه اني شفتك. كانت مفاجأة مش كده؟ بصراحة انا كنت واثق انك انت لازم هتيجي. ياه، ده انت متأكد قوي من نفسك. طب اسمع بقى اللي هقوله لك. محدش يتحرك من مكانه، فتشوا البار كويس. هي ايه الحكاية؟ هو ربنا مش هيرحمنا من وقفة الحل اللي احنا فيها دي؟ ايه الحكاية يا الظابط؟ انتوا مش طقستوا وفتشتوا قبل كده؟ اخرس يالا، احنا عارفين شغلنا كويس قوي. ايوه بس ده يبقى واقف حاله وخراب بيوت. بلاش تغلط تعمل معروف، احنا مش قد الحكومه يا اخوي. اوعى يالا. افتح الباب ده يالا. مفيش حاجه ورا ساعات البيت. اسمع الكلام، لا خلي العساكر تكسره. لا على ايه؟ طيب احسن. مكانك بقى تتحرك. مهما كان جوز اختي حضرتك الظابط ومعزته عندي اكتر من الاخ، تبقى تشرف معاه في السجن عشان تونسه. فتشوا. حاضر يا ابوي. ايه ده بقى؟ حشيش؟ دي لا مؤاخذه حته تعمير كنت هحلفها سجارتين. اصل ما بشربش خمر. هاتوه. اعمل معروف يا حبيبي. ابوس ايدك، اوطي على جسمتك ابوسها. بس يا ست انت معروف. اوعى. شيخون مظلوم، مظلوم يا حبيبي، مظلوم يا حبيبي. شيخون، شايفني رايح على فين؟ واخدين على فين؟ شيخون 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 ده مظلوم يا ناس، ما عملش حاجه. حكمت المحكمه حضوريا على المتهم سليمان زهير المنياوي وشهرته شيخون بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. أخويا! يا ستي شيخون! أسد من يا أخويا؟ يا ما حذرتك ووعدتك يا شيخون ما سمعتش كلامي. معلش يا دلال، ده نصيب وقدر، مش هوصيك على العيال يا دلال. اطمن أنت بس يا أخويا، خلي بالك من نفسك. مع السلامة. مع السلامة يا شيخون. مع السلامة. مع السلامة يا أخويا. ما قلتلك ما سمعتش كلامي. بركه يا جامع اللي خلصت منه ده، غمه وانزاحت. بس ما انزاحتش قوي.
ليه بقى يا خايبة؟ ده مجرم واتحكم عليه بالسجن، يعني الطلاق بقى من حقك. تفتكري يا سميحة؟ إلا افتكر. يلا بقى روقي روحك وشوفي نفسك كده، والولية أخته دي ما بقالهاش قعد في بيتك أبدا. دلال؟ يا دلال؟ قلت لك مش رايحة الزيارة، يعني مش رايحة. ليه كده بس يا دلال؟ ما أنت عارفة إن أبوهم ما بيهنالوش بال إلا لما بيشوفك ويشوف العيال. قطعة وقطعة أيامه. حرام عليك يا دلال. طب اديني العيال معايا علشان يشوفهم. كفاية بقى مروح العيال السجن، ولا أنت عايزاهم لما يكبروا يعرفوا إن أبوهم كان من أرباب السوابق؟ بس العيال لسه صغيرين ولا يدركوش. قلت لك مش رايحه يعني مش رايحه، وسكن وحشك قوي روحي له انت. بس امانه تبلغيه اني مش طايقه اشوف خلقته تاني بعد كده. تعالى طالع شبهه انت كمان. امال فين دلال؟ فين العيال يا انعام؟ دلال بعافيه شويه. ايه مالها؟ ما تتخدش قوي كده، تعبانه من كتر الشغل. ما انت عارف ان شغل البار كله عليها. والعيال عاملين ايه؟ العيال بخير. اوعى تكوني مخبية عني حاجة يا نعام. طب وبعدين؟ هفضل كده زي البيت الوقف؟ ما تقوليش كده يا دلال. امال انا رحت فين؟ طب اموري انت بس وشوفي انا هعمل ايه. يعني الحقيقة هتقدر تخلصني منه؟ انت فاهمة ان دي حاجة صعبة؟ ده انا ممكن اخلصك منه ومن اللي خلفوه كمان لو حبيت. طب وبعدين؟ ابدا خلاص، هتبقي حرة نفسك. مش فاهم. يعني تقدري تختاري الانسان اللي قلبك انفتح له. بس انا يا حبيبي قلبي ما بيتفتحش غير بالحلال. الله، هو في حد جاب سيره الحرام؟ ازيك يا بنت؟ مرحبا شيخول. مرحبا حمو. تمام يا فندم، المودي سليمان زهير من ياوة. طب اصرفي. انا مبسوط منك يا سليمان، الكل بيشكر في اخلاقك. ربنا يديم المعروف يا سعاده الباشا. انت كنت متجوز مش كده؟ وما زلت يا باشا. في الحقيقه في حاجه عايز اقولك عليها، جايز تزعلك وجايز ما يكونش ليها عندك اي اعتبار. ايه الحكايه يا باشا؟ مراتك رفعت عليك قضيه طلاق والمحكمه حكمت لصالحها. دلال طلقتني؟ النوع اللي زي ده من الستات ما يستاهلش الواحد يزعل عليه. مالك يا احمد؟ هينقلونا اسيوط. وده مضايقك قوي كده؟ يعني لو اتنقلت هتيجي معايا؟ طب وليه الشحطاطه دي؟ انت مش هتبقى تيجي كل خميس وجمعه؟ ده غير الاجازات. ايوه بس انا ما اقدرش اسيبك لوحدك هنا. ما انا يا حبيبي طول عمري كنت عايشه لوحدي قبلك. يعني ما عندكيش استعداد تيجي معايا؟ اسافر معاه ليه؟ انا ايه يا اختي اللي شحطتني في الصعيد؟ يا حبيبتي ده جوزك والمفروض تبقي جنبي اكتر من كده. بصراحه بقى انا وقعت، وهي دي عيشه اللي انا عايشاها؟ ده انا هيته ما بتكفيش لغايه نص الشهر. ده لولا القرشين اللي انا كنت شايلهم لكان زماني اتفضحت. كلام ايه ده بس يا دلال؟ ده جوزك بسم الله ما شاء الله مهيته كبير. بس بيصرف نصها على مزاجه، وقولي اتصرفي انت. يا حبيبتي ده واخدني على طمع. ما كانش قال لك اقفلي البار. وحياتك انت ده عين في الجنه وعين في النار، ولولا انه خايف على سمعته لكان وقف فيه بدالي. طب افرضي بقى انه حكم رايه وقال انك لازم تسافري. ساعتها بقى يبقى هو من سكه وانا من سكه. وهو يعني كان اتجوزني بمأذون؟ ده حيالله جواز عرفي. ابن الكلب ما استكتر نفسه عليا. خش وارد جديد. مرحبا بالزمل. ميت فل ورد على الناس الجدعان. اسم الابعد ايه؟ محسوبكوا زينهم السويفي من اكبر تجار الصنف. ايه اخبار الدنيا بره؟ بعد عنك.
منصور عاد ولا حبيب عمالين يفشوا في كل تجار الصنف. الظاهر هيأمموه. لا مؤاخذة يعني ايه هيأمموه؟ اصل الحكومة اليومين دول خدت كل الشركات الكبيرة من اصحابها وعملوا حاجة اسمها الطعام. والبراد اخبارها ايه؟ هياخدوها يا رخرة؟ حد الله ما بيني وبين الحرام، انا شغال في الصنف بس يا صاحبي. الست دلال موجودة؟ دلال؟ دي سابت شقة من زمان. ما تعرفش هي راحت فين؟ لا ما عنديش فكرة. مين اللي بيخاطب؟ يا ست انعام مش موجوده؟ ست انعام مش موجوده، نقول لها مين؟ انا اخوها. اتفضل يا اخويا. تشكري، انا هبقى افوت عليها بعدين. ثبت البيت اللي في عابدين بعد ما طلقت من الجدع ضابط البوليس ده اللي مش عارفه اسمه ايه. هي اتجوزت احمد غانم وما كملتش معاه سنه. ازاي ما تقوليش حاجه زي ده يا نعام؟ خفت عليك لا تزعل وتتضايق. ولا قال فين؟ معاه. ما تاكل يا اخوي، تلاقيك من طلعت النهار وانت على لحم بطنك. وهي عايشه منين دلوقتي؟ بتشتغل رقاصه. بنت الكلب. انت هتزعل نفسك ليه؟ اللي يبيعك بيعه. يعني خلاص البرح من ايدي؟ وده كان برضه يخلصني المحل لسه بتاعك. ازاي؟ ما انا اصلي كل اول شهر كنت بروح ادفع ايجار المحل. وهي ساكنه فين دلوقتي؟ الست دلال موجودة؟ لا الست نايمة. الله تعالى هنا، انت رايح فين؟ بقولك الست نايمة. درعية يا جدع انت. ما تقولي انت مين وعايز ايه؟ Thank you.
قومي البسي هدومك وحصليني برا. خد العيال جوه يا سعد. خلي العيال هنا قدامي. روح انت دلوقتي. حاضر. وايه بقى الفخفخه والوباهه دي كلها؟ بشتغل. ولا هو يعني الشغل حرام؟ تشتغل ايه؟ رقاصه؟ وطبعا كلهم معزبون. بقت باينه يا دلال عشان الواد الظابط بتاعك. تقدري تقولي لي ايه اللي عمله لك سعاده البيت؟ اهو رجعك تاني تبيعي نفسك وتجرب شرفك، لكن انا لبيتك من الشارع وشغلتك معايا وشلتك في عينيا وخليتك ست محترمه. انت ساكته ليه يا استدلال؟ ما تتكلمي. انت عايز مني ايه دلوقتي بالظبط يا شيخ؟ عاوز ولادي. انت بتطلب المستحيل. ولاد انا ما اقدرش استغنى عنهم ابدا، انا بربيهم احسن تربيه ومدخلهم في احسن مدارس، مش ده اللي انت كنت بتتمناه؟ بكره هيكبروا ويعرفوا ان امهم رقاصه، والفلوس اللي اتصرفت على اعلامهم كانت فلوس حرام. وهو يعني بسم الله ما شاء الله انت اللي فلوسك كانت حلال؟ ما انت رايحه كنت بتغش الخمره وبتسقيها للزباين. دي تجاره مشروع، وانا كان كل غرضي ان الزبون يطلطش ويشد على طول. على العموم انت دلوقتي ما تقدرش على مصاريفهم، وكمان ما ترضلهمش بالبهدله. ده مش شغلك بقى، دول ولادي وانا حر فيهم. ولاد انا كمان يا شيخون، ويهمني انهم يتربوا احسن تربيه وتعلموا احسن اعلام. شوف يا بنت الناس، ولو انك مش بنت ناس، انا هاخد ولادي انا هاخدهم، حتى لو اضطريت اني ارتكب جنايه. حيلك حيلك، تكونش لسه فاكرني هفيه. لا يا حبيبي، ده انا دلوقتي بعرف اكبر ناس في البلد، وباشاره واحده مني اوديك مطرح ما جيت. هو ده اخر كلام عندي؟ ما عنديش غيره، وقدامك المحاكم روح انت حراسك فيها. ماشي يا دلال. فوتك بعافية. مس ودي وما شفت خلقتك. وبعدين معاك بقى يا شيخون، هتفضل تحن في نفسك كده ليل ونهار؟ سيبك بقى من اللي حصل وارمي اتكالك على الله. السلام عليكم. حكمت المحكمة برفض الدعوة المقدمة من سليمان زهير المنياوي المقدمة ضد المدعى عليها دلال ونيس لكونه من أرباب السوابق، كما أنه لا يملك المسكن المناسب لضم الولدين. نادي على القضية اللي بعدها. عبد الرحمن أبو زيد، ثانية محمد علي. مساء الخير شيخون. الحمد لله بالسلامة يا راجل يا مادة. الله يسلمك. دي نسوان عاوزة الحرق يا شيخون اخويا. الراجل الجدع اللي يسيب مرض بهدله بالشكل ده لا يبقى راجل ولا جدع.
وناوي على ايه؟ امال انا جاي لك ليه؟ انا تحت الامر. لو عاوزنا سيح لك وشها بمية نار انا في الخدمة. لو عاوزنا برضه اخلص لك عليها خالص انا برضه في الخدمة. عايزك تقتلها يا سعيد. وماله حبيبي كله بتعمل؟ انا بطل. بس دي عملية مصاريفها كبيرة. صاحبك خارج مقشفر. الحال من بعضه يا صاحبي. ما تأخذنيش. الشغل اليومين دول نايم في العسل الأسود. يلزمك كام؟ ألف. ألف؟ كتير يا سعيد. أمال فين الصحوبية والأخوية؟ لو جيت أنا رقبتي ليك أنت عارف. بس دي عملية لازمها مصاريف كبيرة. قال لها أجار عربية. أنا ممكن أدبر لك نصهم وخلي الباقي بعدين. كان من عناية يا صاحبي بس أنت عارف. أنا ما أتأخرش عليك. ماشي يا سعيد. بس أنت اديني كام يوم كده. وأنا تحت الأمر. أنا لولا إني معذور أنا ما كنتش أفكر أبيع شبر واحد من محلي. لكن أعمل إيه بقى؟ الزمن غلاب. نص عبد رب عاوز ظرفتين بس على مساحة 3 متر في 4. وماله؟ إحنا في الخدمة. تشكر. وطلباتك إيه؟ 1500. كتير يا شيخون. ده أنا راجل على قد حالي. ده أنا يا دوبك لميت قدشين بطلوع وروح. أنا بقول تكرمه شوية عشان يعرف ياكل لقمة عيش. يا سيدي ربنا يجعله أدم الخير عليه. يسمع من بقك ربنا. بس يعني لو تخف في إيدك شوية. أنا قلت كلمتي. أنا هدفع 700 جنيه. ده مش كلام بيع وشراء. تشرب شاي. بقول إيه؟ مش هتلاقي حد يدفع لك أكتر من كده. ده السوق نايم والناس خايفة من حكاية التأمين. هو لازمك ولا مش لازمك؟ طبعا لازمني. خلاص يا شيخون نص عبد رب هيدفع لك 1000. 1000؟ الله جرى ايه؟ انا حكمت خلاص. ابعد بقى هات لنا الشاي. We'll be right back.
إليكم مطلوبكم المحبوب كارم محمود. مش عايزه تمشي عادي. انا تحت الارض احب اوصلك. مفيش لزوم اتعبك معايا. يا ست الكل انا من زمان وانا نفسي تتعبيه. اتفضلي اتفضلي. قولي بقى انت بتشتغل ايه؟ محسوبك اكبر مقاول في بره مصر. ما هو انا دلوقتي انت وقفت هنا ليه؟ انا مش ساكت. يظهر انه في عجله نامت يا ست الكل. هي ايه حكايه العربيات الليله دي؟ معلش ثانية ثواني. العجلة اللي ناحيتك. معلش يا ست الكل هتعبك. ممكن تنزلي شوية على مرفع العربية بالكوريك. طيب بس كده؟ انت تؤمر يا زعفراني بيه يا ابو عجلة نايمة. شد يا حيلك يا ست سليمة. الشتاء الله.
سعيكم مشكور. اتفضلي بقى يا اختي ما عطلكيش. بتطردني من بيت اختي يا شيخون؟ طبعا ما انت عملت عمليتك وقللت مرادك. مش عايز الا ادب وطولة لسان، انت فاهمة؟ لا يا شيخون، مهما كانت برضه خدت الولاد. البيت بيتها بيتها ده ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا اختي مش مكروه، اتفضلي. ربنا يعدولك بيتك ولادك. امشي مع السلامة يا اختي، ويا ما تشوف الفراشين في وشك فيها تاني. كان نفسك بنايم في 60 ليلة. ايه اللي انت عملته ده؟ ولا كلمة يا جدعان. حد شاركها في شغل البيت. حسابك كام؟ 15 جنيه بس. لا دي 50 جنيه. مبسوطة؟ بقول لك ايه يا نعام؟ أنا عايزك تشيلي كل صورها دي. خاينة وقليلة الأصل. تقوم تقتلها وتحرم ولادك منها. أنا ما قتلتهاش، أجرها وخيانتها هما اللي قتلوها. لسه الدور والباقي على الكلب اللي اسمه أحمد غانم، هو اللي كان السبب. أنا بس بالصعبان عليا غير زهير ووانيس، انكتب عليهم يتيتموا هما لسه صغيرين. ما تخافيش، أنا هعوضهم عن كل اللي خسروه، هعيشهم أحسن عيشة وهربيهم أحسن تربية. المهم أنت ما تجيب لهمش أي سيرة عن أمهم، فاهمة يا نعام؟ بكرة يكبروا ويسألوا، ساعتها بقى تبي تقول لهم إنها كانت ست صالحة وتعرف ربنا وماتت في حادثة وهي راجعة من الحج. إيه اللي تم في قضية الرقاصة دلال؟ النيابة حفظت التحقيق. بقى ده كلام؟ دي قضية واضحة زي الشمس. ما هي النيابة بتقول إن سعيد الباطش استدرج الرقاصة وحاول يعتدي عليها، فلما قومته قتلها ورمى جثتها في المقابر، وهو راجع بيعدي الشارع عشان يركب عربيته، جت عربية تانية خبطته وقتلته. بقى ده كلام يخش العقل. أنا شايف إن هو ده التفسير المظبوط. هما ما يعرفوش إن كان في مشاكل بينها وبين جوزها الأولاني، خصوصا بعد ما خرج من السجن. أنت تعرف جوزها ده كويس؟ إيه اللي أعرفه؟ أنا اللي قبضت عليه قبل كده في قضية تستر على مجرم وإحراز مخدرات، وأكيد الواد ده ورا الجريمة دي، لأن هو كان عايز ياخد منها الولاد. على العموم زمايلها في الكباريه شافوها وهي خارجه مع سعيد الباطش وركبت معاه عربيته. اما بالنسبه لجوزها فقدر يثبت انه كان بايت عند اخته ليله وقوع الجريمه. عادي ايه اللي انت عاوز تلغيه يا الشيخون؟ انت مش شايف؟ مش شايف المصاريف اللي صرفتها قد ايه؟ انا ما عنديش مانع اعوضك عن كل اللي كعيته، بس المحل يرجع لي. افتكر يعني ان العقد اللي بيني وبينك بيقول كده ولا ايه؟ هو احنا لحقنا نمضيها يا جدعيتا؟ ده حبره لسه ما نشافش. والله بقى ده مش شغلي. اذا كنت طمعان في قرشين زياده ما عنديش مانع نتفاهم. اسر الكلام، انا عندي حل يريحك ويريحني. مشاكل ليه؟ ما تتكلم يا اخي. نتشارك. نتشارك؟ مش فاهم. يعني انا رجع لك الفلوس اللي قبضتها مني. حلو. واشاركك بالمحل كله نظير تلت المكسب. كتير قوي التلت يا استاذ شيخون، ده انا عندي بضاعه بالالوفات. وانا كمان عندي عيال بربيهم وعايز اعمل لهم مستقبلهم يا حاج. Thank you.
ايه اللي بتعمله ده يا شيخون؟ دي حته براوننج اصيله، قلت اشيل نمرتها وارجعها جديده. بس ده اسمه غش وتدليس، وحد الله ما بيني وبين الحرام. حرام ليه؟ الله، هو احنا مش هنبيعها لزبونها؟ احنا مش اتفقنا ما نشتغلش في الممنوع؟ الله، ترى يا حاج امال هنكسب منين؟ واديك شايف الحكومه مزنقه علينا ازاي؟ يوم نجازف انت عاوزهم يشمعونا المحل وتخرب بيتي؟ يا راجل خلي قلبك زي الحديد. ايه؟ هنعمل المسدس نمره جديده ونقيده في السجل، ولا اقول لك نبيعه لزبون ما عندوش رخصه سلاح؟ تجننت يا مالك بحد. واحنا من تقدر تقول لي ايه الفرق بين بني ادم اتقتل بسلاح مرخص وواحد تاني اتقتل بسلاح مش مرخص؟ ها؟ مالناش دعوه، القانون بيقول لازم السلاح يكون مرخص. القانون يقول زي ما يعجبه. الله، طب ما القانون بيحرم القتل والناس بتقتل، والقانون برضه بيحرم السرقه والناس بتسرق. بصراحه بقى انا الشغل ده ما يعجبنيش. وماله؟ اللي ريحك يا عبد رب. المحل مغلق لوفاة المرحوم عبد ربه الأسوي إسرى حادث أليم. يا حبيبتي إيه اللي عملت فيك كده يا ولد؟ أنا كنت هتنزل معاك يا عمتي. معركة؟ معركة إيه؟ إيه يا واد اللي شنطة بخيتك بالشكل ده وقطع لك هدومك؟ ما تقوليش إن أنا بتخانق في المدرسة مع عيلين كبار. ما هو كلهم ضغط راسي، مش هم اللي خطفوا منك السندوتش؟ أنا قلت لهم ربنا سامحكم وما قلتلكش تضرب، ولما نعرف ده اللي كنت عايزة أسكت له؟ إيه ده إيه؟ معقول بابايا تعبانين؟ والله لا كنت قايلة لأبوك عشان يعرف شغله معاك. عفارم عليك يا واد، اوعى تسيب حقك ابدا. والله ما حد هيبوظ الواد ده غيرك. انا بشجعك يا جدعان، امال لازم يدافع عن اخوه. عندنا اجازه من بكره يا بابا، ومصر هتحارب اسرائيل، مين اللي هيغلب يا بابا؟ احنا ولا هما؟ ده احنا جدعان قوي. يا بكره نرقعهم علقه تتحكى بيها الدنيا كلها. اضرب اضرب قناه اديها اديها يا بدر حمار اديها اديها اديها. على الاخبار يا شيخون؟ ايه؟ واحنا 50 طياره النهارده. وعلى اخر النهار هيبقوا 100 طياره. نزل عليا ندفع عجلين زيك وافرقع 100 طلقه في الهواء اول ما ندخل تدريب. استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ضربوا لها ورا العين وقال لهم خسرانه خسرانه، ما احنا في داهيه واللي كان كان. بيقولوا ان امريكا السبب وهي اللي كانت بتحاربنا. امال روسيا راحت فين؟ ولا احنا كانت واقفه تتفرج عشان تثبت فينا؟ محدش عارف الحقيقه. اي اثنين يا عم، ده علم ده علم ده علم بقى سيبين الجنه كلها على بعضيهم. يا دين النبي، سلاح ميري جبته منين ده؟ خير والجناح في الصحراء. ايش تقول؟ ما اكدبش عليك يا شيخ العرب، حاجه تخوف. يبقى مش لازمه. في منه كتير. صندوقين، هتحمل ولا شوف غيرك؟ غير مين يا راجل؟ قال على راي المثل، جوه حياوله بلحم طهوره. حاجه بقى ما وردتش ابدا، ولولا ان الغالي عندي ما كنتش طلعت حته واحده. الغالي ما يهدي الا الغالي يا معلم شيخول. ربنا يديم المعروف. ها، وبدك فيهم كام ان شاء الله؟ عشان خاطرك انت 10,000 مقفلين. مش كتير؟ وهي في حاجة برضه تغلى عليك انت يا ريس مغاوري؟ ماشي كلامك، هات الفلوس يا سليم. وعندك ذخيرة كفاية؟
لا يا من حاجة اطمن، انا تحت امرك. اتفضل. تشكر. عد فلوسك يا راجل. عيب يا ريس مغاوري، عيب. خد 4 رداله وتدل معاه لاول الطريق. مع الف سلامة، ترجع لاولادك بخير ان شاء الله. ربنا يديم المعروف. عدى النهار والمغرب يا جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. إن عدم تطبيق قرار مجلس الأمن يعد موافقة من جانب القوتين العظمتين على استمرار حالة اللا سلم واللا حرب. معناته ايه الكلام ده يا زهير يا ابني؟ يعني تجميد الموقف. تجميد الموقف؟ مش كفايه اننا لا عارفين نشتغل ولا نهبب؟ ده انا حتى مش قادر اسافر اجيب بضاعه للمحل. ما تخلي حد من تجار الشنطه يجيب لك البضاعه اللي انت عايزها يا بابا. ده كلام يا ابو علي زنخ. تاجر الشنطه ده يجيب معاه هدوم وازايز ريحه للستات، مش بنادق ومدافع رشاشه مخيفه. فين محل اي حاجه تانيه؟ اقلبوا محل هدوم بس. بدل الجمره ديت شوف مذاكرتك احسن. على فكره الشيخون ما بيذاكرش ابدا، وطول النهار ماسك التليفون ونازل رغي مع البنات. انا عمتي ما كنت بذاكر انا واصحابي في التليفون. كنت فلحت السنه اللي فاتت زي اخوك زهير. مش فاهمك انت يا عمتي في المذاكره. اتكلم مالكش الادب. انا مش عاوزك تطلع كداب. اعمل اللي انت عاوزه بس ما تكذبش، مفهوم؟ اصحاب عمتي انت اصلك ما تفهمش حاجه. ابدا الحياه دي زي اللي داخل معركه لازم يحارب فيها بكل قوته علشان ياخد اللي هو عاوزه بدراعه مش بالكذب. يا سلام يا بابا، كلامك كله حكم. يا سلام، المفروض يدرسوك في المدرسه. ايوه 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 يا ابن الكلب يا مصري، كل عقل حلاوه يا اخويا. يا ابني ارحم نفسك شويه من المذاكره دي بقى. خد اشرب كوبايه الليمون دي وهي هتروقك. كتر خيرك يا عمتي. متهيألي لماما عايشة ما كانش حنانها علينا هيزيد عن حنانك. أنا طول عمري وأنا حاسة إن أنتوا ولادي، حتى أيام المرحومة ما كانت عايشة. هو بابا ما بيتكلمش عنها قدامنا ليه؟ هو ما كانش بيحبها يا عمتي. ده ما كانش فيه واحد في الدنيا بيحب مراته زي أبوكم ما حب أمكم. بس تلاقيها جدي كاتب في قلبه وساكت. كان نفسي أشوفها إلا بالحق. هي ملهاش ولا صورة في البيت ليه؟ هي الخلق الناطق كانت تشبه لك. حتى انا كنت دايما اقول لها يا دلال زهير طالع لي وونيس طالع لابوه حتى في اخلاقه. وماتت ازاي؟ كانت عيانة؟ ابدا يا ابني، دي ماتت في عز شبابها وكانت زي الوردة المفتحة. الله يرحمها. طلعت تحج هي وجدك وجالنا الخبر، اتقلبت بيهم العربية وماتوا هما الاتنين. الف رحمة ونور تنزل على روحها. يا عمتي ولا الوالد يا عمتي. ايه ايه انتوا عايزين ايه؟ مش عارفين ايه اللي حصل. الحرب قامت وجيش العبر القناة وخلاص دخل اسماعيل. يا ربي يا ربي. انا مولع ربي. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة واستولت على نقاط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. ثم قام العدو بدفع قواته الجوية بأعداد كبيرة فتصدت لها قواتنا واشتبكت معها في معارك عنيفة، وقد أسفرت المعارك عن تدمير 11 طائرة للعدو، وتمكنت قواتنا من صد جميع الهجمات وتدمير العدو وتكبيره خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، ولا زالت قواتنا تقاتل بنجاح من مواقعها على الضفة الشرقية. شو قلتلكم الراجل ده جدع؟ ايوه كده، خلي الهم ينزاح. بكره البلد هتبقى عالي العال والجو هيروق ويحلى. طب نادر عليا لو عملوا مزاد السلاح اللي هياخدوه اليهود، ما حد هيكون شاري غيري. ايه بتضحكوا على ايه؟ ادي اللي كنت عامل حسابه. دي تاني مرة تسقط فيها. حتة شهادة مش عارف تاخدها. يا بابا انا ذنبي ايه؟ انا بجاوب كويس، لكن هي هم بقى اللي متقصديني. اشمعنى اخوك خدها من اول سنة ودخل كلية الاقتصاد والسياسة؟
على كل حال انا هعيد تاني، والمره دي بقى لازم انت. لا 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 لا، شوف يا ابني تظهر مالكش خير في العلام، سيبك من كل ده وتعال اشتغل معايا في المحل، يبقى ربنا يقدرك وتنجح فيها. يا ماما عايز اقول انت لازم تنجح في اي حاجه، انا ما بحبش ابني يكون فاشل، خلي اخوك في العلام وخليك انت معايا. بارك الله فيك يا اخو زياد، انا معجب بمناقشتك مع الدكتور في موضوع الملكيه الفرديه في الاسلام. متشكر، احنا عاملين ادوار عن الاقتصاد الاسلامي مع بعض زملاء، ويسعدنا ان تكون معانا يوم الخميس بعد الظهر. كنت اسف، انا اصلي هبقى مرتبط بميعاد مع جماعه قريب، خليها مره ثانيه. اللي رايحك، بس ليا طلب ثاني. خير، يا ريت تكتب الكلام اللي قلته وننشره في مجله الحرب. ما عنديش مانع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دي بندقيه الماني ماوزر، خمس طلقات. عندي كمان نوع انجليزي كويس قوي، ممكن تركب عليه تلسكوب. لا لا لا، هي دي اللي عجباني. بكام؟ ب 1800. اول ما اطلع رخصه اجيبها. اي خدمه. الو، اهلا 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 يا العظيم بيه. ازاي الكلام ده يا راجل؟ هو انا اقدر اتاخر برضه؟ يا سيدي ربنا يديم المعروف. حاضر حاضر، مع الف سلامه. ايه، ما خدش البندقيه ليه؟ لسه ما طلعش رخص. طب انا عايزك بقى بكره الصبح تبقى تفوت على زينهم السويف. انا بابا؟ ايوه انت، لازم تتعلم ازاي تتقابل مع الناس دي وتتفاهم معاهم. خد، وافرض البوليس كبس علينا واحنا قاعدين. بوليس مين يا حمار؟ ما تبقاش خايب، انت توريله الاصناف الموجوده وتشوف طلباته ايه وتديله اعلى سعر. انا لولا عندي ميعاد في الوزاره كنت جيت معاك. يعني يا عم سليمان ما كانش لينا طلب عندك ما نشوفكش؟ انا تحت الامر يا عبد العظيم بيه، لكن والعيش والملح، المشاكل هي اللي بتمنع الواحد عن حبايبه. انت عارف احنا ما بنسرحش في التعامل مع حد غيرك. ربنا يديم المعروف. انت تؤمر يا عبد العظيم بيه. عايزين طلبيه بنادق اوتوماتيك ومدافع رشاشه. وماله؟ بس المرة دي اللجنة حددت أنواع معينة. أنا تحت أمر اللجنة. يا ريت تجهز لنا الطلبية دي بسرعة علشان محتاجينها ضروري. هو في حاجة في البلد ولا إيه؟ لا لا لا، ما تخافش، إحنا ماسكين البلد تمام. اتفضل. اتفضل. أيوه. أيوه حاضر يا فندم. حاضر. مع السلامة يا فندم. إلا بالحق يا أبو عظيم بيه. أيوه. اخبار العقيد احمد غانم ايه؟ احمد غانم؟ احمد غانم اللي كان في المباحث. الله، انا اعرف انه كان دفعتك. ايوه 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 ايوه، ده اتفصل من الخدمه بقاله اكتر من 10 سنين دلوقتي. يا ترى هو رفدوه ليه؟ طول عمره ما كانش مظبوط في شغله لحد ريحته ما فاحت عند المسؤولين. انما انت تعرفه منين؟ ده كان نايم مامور لاسبكيه، وكان زي ما سعادتك بتقول كده غاوي عادات الأنس والفرفشة. أنا سمعت إنه سافر يشتغل في دولة في الخليج. يا سيدي أنا مستريح من وجع القلب. بس تعب ناس كتير. أستأذن أنا عشان ما أعطلش سيادتك. طب خد معاك ملف الطلبية وابقى كلمني. وهو كذلك. خد يا معلم السلاح، جربه قبل ما تدفع تاني. وشوف كلامي مظبوط ولا لأ. طب تصدق بإيه؟ أنا كام حتة السلاح دول ما كانش هاين عليا أطلعهم لولا غلاوتك عند بابا. ده جاب عليها على بالنا ولا ايه؟ اسر الكلام عندي، انا هدفع لك 25 باك ومش عايز معاه فرق. ولا تحرقني النار دي ما يخلص يا معلم، دول يقفوا علينا بالخساره. لكن ارجع واقول لك مفيش حاجه تغلى عليك يا سيدي المعلم. جدع يا واد، وعشان الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم دول انا هزودك خمس بواكي مني ليك. ربنا يديم المعروف يا معلم، ولا يحرمنا منك ولا من كرمك ابدا. يا الف اهلا وسهلا، ده انتوا انستم وشرفتم يا ست سميحه. يشرف مقدارك يا حبيبتي. ايوه كده، خلوا شكل العيله يتلم من تاني. طب ده زهير كان هيتجنن عشان يشوف اي حد من ريحه المرحومه والدته. شفتي ده لان كبرت وبقت حلوه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، كبرت واحلوت وبقت زي القمر. هو حضرتك اسمك ايه؟ ايوه، هو كلمني على اسم المرحومه خالتي. مساء الخير. مين؟ سميحة؟
ازيك يا شيخور؟ الله، واقف عندك ليه؟ ما تيجي تسلم. سوية. ايوه بابا. تعال انا عاوزك. خد مفاتيح العربية وروح املى التانك بنزين عشان نسافر بكرة. على اذنك يا خالتي، هتعيش معانا الليلة ها؟ ضروري، هو انا هجيبهم؟ يا ترى بقى ايه اللي فكرك بينا؟ مش كنا وصلنا الشر وكل واحد راح لحاله؟ ده رأيي يا شيخوخ، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. سيبيه يا ست إنعام، ما هي الحوجة هي اللي بتسل البني آدم. ليه؟ واللي عملته فيا خلاص؟ اتنسى؟ نسيت إن أختك دخلتني السجن وشفت المر وهي عمالة تتمتع في حضن الواد الظابط؟ ولا ذنب إيه ده كله؟ ما أنت عارف إنها كانت ماشية بدماغها. وكانت إيه النتيجة؟ نهايتها اسود من عمالها. ده شيء فات من زمان يا شيخون، والميت ما تجوز عليها الا الرحمه. وايه يعني كانت رحمتنا عشان ارحمها؟ ملعونه بكل كتاب. يلا بينا يا ماما، اقعدوا رايحين على فين؟ عذبه البهدله دي كده برضه يا شيخون. انت لو تعرف العيشه اللي عايشاها ست سميحه وبنتها دلوقتي ما كنتش استجريت وفتحت بقك بكلمه. ليه يعني؟ جوزها اترقع وبقى من الحكام؟ ابو دلال مات من سنتين والمعاش اللي فاتهولنا ما عادش بيكفينا. خفت يا اخويا لنفتح، قلت اجي لك يا شيخون لاجل ما تسترنا، ده احنا مهما كان برضو اهل. وكمان ما تنساش انها تبقى خاله ولادك، يعني عمر الدم ما يبقى ميه. ولادي مالهمش غير ابوهم وعمتهم، وغير كده مش عاوزهم يعرفوا حد تاني، والبيت ده محدش منكم يعذبه بعد كده، مفهوم؟ يلا بينا يا ماما، انت واقفه مستنيه. ايه بس انتوا رايحين على فين؟ اخف عليك يا شيخون، ما كنتش اعرف ان قلبك يخرج بالشكل ده. على اذنك يا ست انعام. استني بس يا ست سميحه، انت رايحه فين؟ شيخون رضيهم عشان خاطري. ما تاخذنيش يا دلال يا بنتي، اللي عملته فيها خالتك ما تعملش بني ادم قبلي، ما افتكرش حتى بعدي. خدي خدي يا سميحة. ما تاخديش منه حاجة يا ماما. عيب عيب يا دلال، أنا برضه فاهم والدك. أول كل شهر يا سميحة بيفوت عليا في المحل. طب بس ما تعيطيش، أنت عارفة إنه شيخون طول عمره قلب طيب. اوعي تكون فتحت اي سيره قدام زهير عن امه. هو ده كل اللي يهمك؟ انا طول السنين اللي فاتت دي كلها كنت خايف لحد من ولادي يعرف حاجه عن امه. اطمن، الوليه ما فتحتش بقها الا بكل خير. اهلا يا زهير، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا روح خالتك؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. اهلا وسهلا يا دلال. دلال تعالي، زهير ابن خالتك هنا. اهلا يا زهير، ازيك؟ ازيك يا دلال. اهلا يا زهير، اتفضل يا حبيبي. واقف ليه؟ اتفضل، ده انا فرحتي مش سيعاني النهارده بنجيك لحد عندنا هنا. مش عارفه اعمل لك ايه ولا ايه، ولو اننا مش قد المقام. ما تقوليش كده يا خالتي. تحب تشرب ايه؟ اي حاجه، ممكن شاي؟ ممكن قوي. مش ممكن ليه؟ من عينيا الاثنين. اتفضل يا زهير اتفضل. ايوه كده، وبقى لينا قرايب بيسالوا عننا. عامله ايه في دراستك؟ دراستي؟ ومين قال لك بقى ان انا بدرس؟ ايه؟ خلصتي؟ لا، انا سبت المدرسه من زمان وقعدت في البيت. ليه كده؟ اعمل ايه بقى؟ ما انا دايما كنت بسقط. ماما قالت لي على ايه وجع القلب ده؟ ما تقوموا تقعدوا على الكنبه اريح لكم. اتفضل. ايه كبدي عليها، قطعت بيكوا بدري. دي ماما؟ لا، وانت ما تعرفش ولا ايه؟ اول مره اشوف صوره دي. عندك صور تانية يا خالتي؟ امال ده انا عندي ليها كام صوره وهي لابسه بدله الراس. تجنن بدله الراس؟
ليه؟ هي كانت رقصة؟ هي كانت في واحدة في الدنيا تعرف ترقص زيها. حصر عليها، ماتت وهي في عز شبابها. الله يجازي اللي كان السبب. هي ماتت ازاي؟ ها؟ هو أبوكوا ما قالكوش؟ بابا ما كانش بيجيب لنا سيرة عنها. ماما، طب اشرب الشاي. ماتت ازاي يا خالتي؟ ومين ده اللي كان السبب؟ اتكلمي ساكتة ليه؟ يقطعني. مالك داخل كده زي اللي ضارب له حجرين؟ كنت فين؟ كنت عند واحد صاحبي. انا عازمك الليله على حته سهره هتحلف بيها طول عمرك. هفرجك على حته بنت رقاصه جديده. انما ايه يا ابني؟ تهبل. قالب قشطه بيلعلع في الضلمه. خليك انت كده مضيع نفسك او انت في المذاكره. جاتك خيبه. دي مش انتفاضة حرامية، دي انتفاضة شعبية. اللي حصل ده مؤشر خطير. وأنا بصراحة مستريح جدا. كنت حاسس الناس خلاص مش قادر تعمل حاجة، بس اللي حصل ده كان ممكن يضيع البلد. ما دام محدش راضي يسمع ولا يهتم. زي ما يكون عايشين في البلد لوحدينا. طب وأنت رأيك إيه؟ لازم الأول نقضي على الطبقات الطفيلية علشان اقتصاد البلد يتهدم. وده ما يجيش غير بالتأمين والمصادرة. والانفتاح اللي بيقولوا عليه يبقى انفتاح إنتاجي مش استهلاكي. أنا معاك في موضوع الانفتاح، بس مش معاك في موضوع التأمين. البلد محتاجه لشيء من التنظيم الاقتصادي خصوصا في مجال الضرايب. ده موقف مايل، لكن انت معذور، اللي زيك لازم يقول كده. قصدك ايه يا سامي؟ قصدي ان انتوا واكلينها ولعه. انت عايز تتناقش ولا تقل ادبك؟ انا بتكلم من منطق الواقع، ما حدش مضيع اقتصاد البلد غير الطبقه المستغله اللي حضرتك منها. لا انت زودتها قوي، انا ما اسمحلكش انك تكلمني بالطريقه دي. بعدين يا جماعه دي مش طريقه مناقشه علميه. انت مش شايفه بيتكلم ازاي؟ كمان مش عايزين نتكلم، مش كفايه انكم مصين دمنا، عايزين كمان تبصوا عقولنا؟ انت قليل الادب. انت بس ماني متعفن. انا الحق عليا لما اتكلم مع واحد حقود زيك. وبعدين يا جماعه مش كده؟ امال يا زهير سيبه يا غدا. كفايه بقى يا سامي. شوف يا ابني، طول ما الحقد عن قلوب الناس دي البلد دي مش هتشوف خير ابدا. اوما ولا ابدا. انا هبقى اجيب لك عربيه غير. ملهاش لازمه يا بابا، انا هصلحها. ولزومه ايه تعب القلب ده؟ خلاص انا هشتري لك عربيه جديده. انا حتى بقول مفيش داعي اروح الجامعه بالعربيه. الله 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 الله، يا كلام واد زينك. اسف يا ابني، يا ابني ربنا خلق الناس دي درجات، وهو حر بقى ياخد من يشاء من غير حساب. لكن برضه لازم كل واحد ياخد حقه عشان يقدر يعيش عيشه كريمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد. يعني إيه؟ يعني المسألة محتاجة شوية تنظيم. أنا مش ضد إن الناس تبقى أغنية، لكن لازم كل واحد ياخد حقه. والله أنا خايف لا يكون العلام ده شقلب دماغك. صباح الخير. صباح الفل. هو عم شيخون مش موجود؟ أي خدمة؟ أنا دلال بنت خالة ولاده. مين؟ بنت خالتي؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا دلال، اتفضلي. هو حضرتك ونيس ابنه. اتفضلي استريحي اتفضلي. لكن بابا ما جاب لناش سيره ان احنا لينا خاله. انا كنت زرتكم مع ماما، بس هي اليومين دول تعبانه شويه ما قدرتش تيجي تقبض الشهريه. يا اهلا وسهلا، انا تحت امرك. متشكره قوي. اهدى كله، اهدى كله. والنبي مالك حق يا ونيس يا ابني، ده انتوا خيركم نغنغنا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. ما تقوليش كده يا خالتي.
ده انتوا غاليين عندي قوي. امال فين زهير؟ ما حدش بيشوفه يعني. زهير بيمتحن اليومين دول. اصل دي اخر سنه له السنه دي. ربنا ينجح ما قصده يا رب. وما قصدي انا لا يا خالتي. ده انت الخير والبركه يا ونيس يا ابني، وزي والدك وزي عمتك. بخير الحمد لله. والنبي الست العام وحشتني قوي، نفسي اشوفك. خلاص تعالوا زورونا في الفيلا الجديده. ليه انتوا هتعزلوا؟ اصل بابا لقى الشقه اللي احنا قاعدين فيها صغيره علينا، خد فيلا جديده في المهندسين. الف مبروك يا ابني، ربنا يجعلها ادم السعد عليك. اما اروح اعمل لك كوبايه شاي. اتفضل. مش تفتحي تشوفي الحاجات اللي انا جايبها لك؟ ب 150 جنيه بس. ده غالي قوي. مفيش حاجة تقدر عليك يا بلاش. بكرة هلبسك من باريس عادي. ماشي. طب ما تقومي تلبسيه، عايز أشوفه عليكي. مستعجل قوي. حمود. بعد الشر عليك. كنت فاهمة زمان يا بلاش. في الكلية الحمد لله اختارتني معيد. ليه كده؟ انت مش نجحت؟ هتعيد تاني ليه؟ لا يا بابا، معيد يعني هدرس في الكلية. ليه؟ ده احنا ما صدقنا انك خلصت عشان تفوق بقى وتشتغل معانا. اشتغل معاكم؟ اه، ده انا عندي ليك مشروع يكسب دهب. مشروع ايه؟ اصل يا سيدي ليا خاجة صاحبي من زمان هاجر من مصر ورجع اليومين دول نجري بقى ما يخدمني خدمة العمر. مش فاهم. ما تستعجلش على رزقك، تعالى بس نقعد شوية. أصله بطول اللي تهد طول النهار من الوقفة ده. أصل يا سيدي بقى الخوانة ده ربنا سبحانه وتعالى اداله بقى صاحب أكبر فابريكة ريحة ولوازم زواق للنسوان، حاجات لوكس من اللي النسوان خاربة بيوت جوازهم عشان يشتروها. ولا شأن إيه بالموضوع ده؟ إيه إلا شأن؟ ده الخواجة نفسه منى عينه يديني توكيل، ومستعد يا سيدي ياخد مكتب ومعرض فاجدع واحد في البلد. وايه كل ده على حسابه؟ ده غير بقى اعلانات الجرايد والتلفزيون. على طول نطت في دماغي ان محدش يمسك الشغلانه دي غيرك انت. بس انا يا بابا ما بفهمش في مسائل التجاره دي. ازاي الكلام ده؟ ده انت درسها على اصولها وطلع فيها البريمو. اللي درسته حاجه تانية. مش مهم يا سيدي، بكره تتعلم. انت مخك ناور وتسلك في الصاع. معلش يا بابا، عارفين انا من الموضوع ده. انا باذن الله مش هسيب الكليه. ايه العبط ده؟ بقى عاوز تفرع من ايدك عمليه زي دي؟ هتبقى مليونير من وراها. احنا والحمد لله عندنا اللي مكفينا وزياده. يا ريت بقى نبعد عن طمع الدنيا وغرورها. ده رزق ربنا بعتهولك. حرام ترفصه يا اخي. امال انت سايب تصلي وعارف ربنا؟ الله، ربنا قال في كتابه العزيز: ومن يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما دام بالحلال ربك معاك. ريح نفسك يا بابا، أنا خلاص اخترت طريقي. الإعلام شالب دماغك، أخسار التعب فيك، أخسار التعب فيك. والنشاط الاقتصادي في الإسلام ليس كغيره من الأنشطة الأخرى التي ابتكرها الإنسان يهدف إلى نفع مادي فقط، وإنما يتخذ من هذا الهدف وسيلة لغاية أخرى، وهي عمار الأرض وإعدادها للحياة البشرية تحقيقا لخلافة الإنسان على الأرض، وإيمانا بأن الله تبارك وتعالى سيسأل الإنسان عن هذه الخلافة. تفضل. هل معنى ذلك أن الدولة هي التي تتولى بنفسها كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي؟
وأن الإسلام لا يوافق على حق الفرد في الملكية التي يحصل عليها في المجتمع؟ حق الفرد في الشريعة الإسلامية لا يعتبر منحة من المجتمع، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نعتبره حقا أصليا، إنما هو حق ظاهري، لأنه منحة إلهية وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان. معنى كده أن التأمين من جانب الدولة لملكيات الأفراد يعتبر حرام؟ ليس للمجتمع الحق في أن يتعرض للفرد فيما يملك، ما دام هذا الفرد يلتزم بشروط المانح وأوامره، وهو الله سبحانه وتعالى. لا يا أستاذ، أنا مش مقتنع بالكلام ده. حضرتك عارف إن في ناس كتير بيستغلوا ملكيتهم أسوأ استغلال وبيتسطروا تحت الدين، معنى كده إننا نحميهم؟ طبعا لا، وفي هذه الحالة يكون من حق الدولة أن تبطل الملكية الفردية إذا وجدت أن صاحبها يعمل على الضرر بالمصالح العامة للأفراد. أنسة سهى، بكرة بإذن الله في اجتماع للجماعة الدينية. الساعة كام؟ الساعة 3، ما تنسيش. اطمن يا أستاذ، حضرتك هتلاقيني موجودة بإذن الله. مع السلامة. في حفظ الله. اتأخرت عليك يا بابا؟ لا يا حبيبتي، أنا ما بقليش 5 دقايق. عليك يا أنيس، أنت ليه قليل الأدب؟ أوعى. تعالي، خالتي فين؟ خرجت تزور عمتي. هتأخر كتير. ليه؟ عاوزة؟ أنا عاوزك أنت يا دلال. هتعمل بيا إيه؟ بحبك. وآخرة الحب ده إيه؟ هتجوزك. أبوك مش ممكن يوافق، أنا حاسة إنه بيكرهنا. أبويا مش ممكن يرفض لي طلب. أنا ماليش دعوة بالسياسة، رغم إنها من صميم تخصصي. أمال يعني الراجل بيتبلى عليك؟ ده لولا المعروف اللي بيني وبينه كان زمانهم قبضوا عليك. يقبضوا عليا عشان بحاول أصلح أحوال الناس. الله، وإحنا من؟ بنسيب الناس في حال؟ لا أنت واعظ ولا الشيخ جامع يا أخي. إزاي الكلام ده يا بابا؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليه أفضل الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. شوف يا ابني، أنا شفت الويل واستحملت الذل عشانك أنت وأخوك، تقوم تيجي دلوقتي عاوز تهد كل اللي بنيته؟ لا لا، أنا طول عمري أشوف الحكومة ماشية فين وأمشي وراها. حتى لو كان ده غلط، هيجي الغلط منين ما دام الحكومه شايفه انه ده صح؟ اسمح لي يا بابا اقول لك ان دي نظره فيها شيء من الانانيه، والرسول عليه الصلاه والسلام قال: حب لاخيك ما تحبه لنفسك. لو كنت اناني زي انت ما بتقول ما كنتش رديت قطاطي وابوس الايدين عشان ما تعلوا انتوا وتبقوا احسن ناس. انت ناس يا بابا ان ربنا هيسالني يوم القيامه انا عملت ايه بعلمي؟ العلماء زي الانبياء. انا مش قدك في الكلام، أنا خايف عليك يا زهير، يا ريت كان بإيدي أمنعك وأبعدك عن الجامعة، كنت عملتها، لكن لا أنت بنت ولا قصر. الكلام اللي بتقوله ده يا بابا، بكرة تتجوز وتخلف وتبقى أب، وساعتها بس هتحس بقيمة اللي بقوله لك دلوقتي. يا بابا مفيش قوة في الدنيا هتمنعني إن أقول كلمة الحق، حتى لو كانت هتكلفني حياتي. مالك يا دلال؟ ونيس يا ماما. مال ونيس؟ في ايه يا بنت ما تتكلمي؟ اصلي بقاله اكتر من اسبوع ما حدش بيشوف. يوهو، الغايب حجته معاه، يمكن الواد عنده شغل كتير ولا حاجه، ده شايل محل ابوه على كتافه لوحده، ولا خلاص ما بقيتيش قادره على بعضه؟ انا قلقانه قوي يا ماما. انت ايه حكايتك بالظبط؟ تكونيش اتخانقتي معاه؟ اصله ايه؟ ما تتكلمي يا بيت. اصله كان موعدني انه هيفتحك في موضوع جوازنا. ما هو ده اللي انا كنت مستنياه، هو فاكرني نايمه على وداني. بس انا خايفه قوي يا ماما. خايفه؟ خايفة من ايه؟ اوعى تكوني خبتي معاه ويقدر يضحك عليك. يا بختك الاسود يا سميع. هو انا ضربتها على ايدها ولا ضحكت عليها وقلت لها بحبك؟
ظبطناها يا ونيس، مش منك؟ هي دي اخرة اللي دخلتك بيتي وامنتك على شرف بنت خالتك؟ طب بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. وده موضوع ينسكت عليه؟ عايز تفضحنا قدام الناس واحنا مش لحمك ودمك؟ ارجوكي ده محل محترم وما يصحش نتكلم فيه في موضوع زي ده. انا هبقى اعدي عليكم ونبقى نتفاهم. لا يا حبيبي، ده انا جاي ارسلي على بر معاك، واذا كنت فاكر ان الفلوس تخليكوا تضغوا كده على الغلابه، مش احنا اللي نتاكل لحم ونترمي عظم. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزك تبقى راجل وتنفذ وعدك اللي تحكي بيه على البيت. قلت لك انا ما ضحكتش على حد، وانت عارفه كويس اللي كان بيحصل، ولا يعني كنتوا فاكرين اني صيده وهتجيبوا رجلها؟ اه يا ابن الكلب يا وسخ، هو انت هتشتريه ولا هتجيبه من بره؟ ما انت طالع لابوك. بلاش قله ادب، ولا عشان يعني ما انت خالتي هتسكت واقفل بقي؟ اتفضلي بقى، عايز اشوف شغلي، اتفضلي. سبتيه؟ ونيس يعمل كده؟ ده انا كنت اشرب من دمه. اعوذ بالله من غضب الله. من ساعتها والدنيا بتلف بيا، مانيش عارفه اعمل ايه. هو احنا عشان ما احنا غلابه يتمرمط شرفنا بالارض ونندس بالجزم؟ كان واجب برضه يا خالتي تاخدي بالك وتمنعي اي خلوه بينه وبينها. ده ابن اختي يا ناس، دي بنت خالته، ده انا كنت فاكره حيسون شرفها صحيح، مش يضحك عليها وفي الاخر يطلع ندل وجبان بالشكل ده. روقي روقي روقي، ولا تقلقيش نفسك بالشكل ده، كل شيء هيتصلح باذن الله. بس انت بتخرفي بتقولي ايه يا انعام؟ مالها ابنك؟ يتجوز من العيله دي؟ الله، هي مش بنت خالته؟ بنت يا بلسه، تمام زي خالتها الله يرحمها مطرح ما راح. ولا انت عايز الواد يتعامل فيه زي اللي اتعامل في ابوه؟ بلاش نتكلم في اللي فات يا شيخون، ابنك ضيع شرف البنايه وربنا امر بالستر، حرام عليك. ده ملعوب اتلاعب على الواد عشان طمعانين فينا، لكن نجوم السماء قرب له. يعني ايه؟ وهتسيب لحمك للناس كده ينهشوا فيه؟ لحمي هو ولادي واختي، وبعد كده انا مش مسؤول عن حد. يمين بالله يا شيخون، المكان الواد ابنك يتجوز البت ويلم عرضها، ما انا قاعده لكم في قلب البيت ده دقيقه واحده، وما هخلي الدبان الازرق يعرف لي طريق جره. هتفضلي طول عمرك هبله وقلبك رهيف، دول راسمين الرسمه دي كلها عشان في الاخر يلهفوا قرشين. قرشين ايه اللي يساوي شرف البنت اللي ضيعه المحروس ابنك؟ ثلاثة بالله العلي العظيم يا شيخون، اللي منفذتم اللي قلت عليه لمشي اللي في دماغي، وساعتها بقى انسى ان ليك اخت. انا يا ابني اتجوز بنت زي دي ليه؟ هو انا كروديا؟ دي ما استحملتش في ايدي غلوه. يا اخي اتق الله وحاول تصلح غلطتك بدل ما تزر وزره اخرى. ايوه دخلنا بقى في المواعظ. المواعظ دي مش جزء من دينك؟ والدين ما قالش انك اتجوز واحده فاجر، بس منعك انك تقرب منها في الحرام. اعمل ايه بقى للشيطان؟ الشيطان هو الاغراء، هو امتحان البني ادم لارادته وقوه ايمانه. وانا بشر والبشر مش معصوم من الخطا، معنى كده انك تتمادى فيه. ومش معنى كده ان مرمط شرفي عشان اطلع غلطتي. انت لو عندك شرف من الاول ما كنتش عملت اللي عملته. كفايه بقى يا اخي قرفتني، انت فاكر نفسك ايه؟ واطي عليا ولا تكونش فاكر نفسك ملاك من ظهر ملاك؟ لا يا حبيبي، فوري نفسك اخويا، ولا تحب اقول لك الحقيقه اللي تايهه عنك؟ امك يا حضره الواعظ كانت بتشتغل راس. اسكت! اياك اسمعك مره تانيه تجيب السيره دي على لسانك. ساعتها هنسى انك انت ابني. فاهم؟ الماضي ده بتاعي انا لوحدي، وهفضل شايله على كتافي لحد ما اموت. انت هتتجوز بنت خالتك. معقول يا بابا؟ ايه اللي هقول عليه في البيت ده انت؟ مفهوم؟ بعد كده تقدر تطلقها لو حبيت. ازاي نوافق على المسخره دي جوه الجامعه؟ واحنا مستنيين ايه؟ يلا نشيل لهم اعلانات الدعايه على الحفل حتى لو اضطرينا نستخدم الخوف. يا جماعه بلاش يكون العنف، هو اسلوبنا. يا استاذ زهير، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من راى منكم منكرا من غير قطع الحديث الشريف. خلينا المره دي نجرب اضعف الايمان. Yeah.
كلام جده. اسمع كلام جدك وكلام جدتك. الشيطان جاي يطفي شبهي. الريع معناه الايجار، وهو جزء من الفائض الاقتصادي يختص به المالك لمورد اقتصادي معين. بابا متشكر. متشكر. واوضح مثلا على الكلام اللي احنا قلناه هو الارض الزراعيه، او الارض التي تصلح كاراضي للبناء، او التي تحمل ثروات طبيعيه زي المعادن والمياه. افتكر ان فقهاء الاسلام كان لهم راي في الموضوع ده. بعض فقهاء الاسلام وابرزهم ابن حزم انكروا جواز اجاره الارض على اساس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من كانت له ارض فليزرعها او يمنحها، فان ابى فليمسك ارضها. ممكن حضرتك توضح لي اكتر؟ يعني الاسلام سمح لمالك الارض بثلاث حاجات: اما انه يزرعها بنفسه، او يدي الفرصه لغيره انه يزرعها، او يدي الارض الواحد يتحمل مسؤوليه زراعتها ويشاركوا في المصاريف مقابل جزء من الانتاج، وده اللي بنسميه دلوقتي نظام المزارعه. ده زي النظام الاشتراكي بالظبط. وليه ما تقوليش ان الاسلام سبق ماركس وريكاردو؟ ولو ان ابن حزم كان بيتكلم من منطلق الحلال والحرام. مش فاهمه النقطه دي. يعني الايجار شكل من اشكال الربا، وزي ما احنا عارفين الربا ده من المحرمات. بصراحه يا استاذ زهير حضرتك بتشرح كل حاجه ببساطه، لدرجة اني متهيألي ان هي ما كانتش صعبة زي ما كنت فاكرة. لما الاشياء بتبقى واضحة في ذهن اي انسان بيقدر يعبر عنها كويس ويعرف قيمتها من عدم قيمتها. الحلوه الزبون ده ارتصر، الدولار يكسب يا حبيبي. تحب اقوم اكتب لها شيك قد اللي دفعه ثلاث مرات؟ خاطر ابويا وعمتي ومستني منهم الامر عشان اطلقك، فاهمه ولا اقول كمان؟ انا الجمل وانت الجمال، انسوق يا جمال، امسك الواد كويس يا انعام. حق بتفكرني بايام زمان لما كنت بتعمل كده مع ابوه وعمي. الجمل وانت الجمال، سوق سوق بابا، سوق يا جمال. ممكن اتكلم معاك؟ مش فاضي لك دلوقتي، بعدين بعدين. خد الواد ده جوه عمتي خليني اعرف اتكلم معاه. خلي الواد يا انعام واتفضل انت بقى من قدامي. يا بابا انا جايب لك عينه من صفقه المسدسات الجديده وعايز اخد رايك فيها. ما تقوم تشوف عايزك ليه، خليه يتكل على شغله. طول عمرك ما هرجش غير وجع القلب. وريني. على بركه الله. جالك منها قد ايه؟ اربع صناديق. عايز حاجه تاني؟ وريني ارض كتافك. يلا يا نعال. استنى عندك. في حاجه يا بابا؟ تعني اليومين دول سايق فيها، وكل ليله سهر وسك، وسايب مراتك وابنك. ايه؟ انت مش ناوي تتلم يا واد؟ انا بابا بسهر مع العملاء وبنقعد نتكلم في الشغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى اللي ليلاتي في الكباريهات؟ يا ابني ارحم نفسك شويه. يا عمتي مش كل حاجه تقعدي تحشري نفسك فيها بقى. كلمني انا هنا وبلاش طولة لسان. يا بابا انا بضطر اعزم العملاء واسهر معاهم عشان امشي المسائل. طب انا اروح امك
عايزك تخف الشغل ده وتفوق للي هي ابدا بيك. ابوك بيتكلم مظبوط يا ونيس، دي مراتك مش حاسه انها اتجوزت. وبعدين بقى في البلوه اللي بلتوني بيها دي مش كفايه اللي طلعتكم؟ هتفضل طول عمرك حمار. لازم تفهم كويس ان الراجل الجدع هو اللي يشوف بيته وما يخليش مراته تحس انه بعيد عنها. ما تنفخ ليش، فاهم ولا فاهمك كمان يا حمار؟ حاضر يا بابا حاضر. إيه؟ يلا يلا يا نعم، هاتي الواد عشان نلعب الجبل والجبال. حاجة؟ ابدا، بس مش جايلي نوم وحسيت اني زهقانه ومش لاقي حد اكلمه. هو ونيس لسه ما رجعش من بره؟ ونيس من يوم ما اتجوزنا كانه عايش مع واحده تانية. هو بس تلاقيه الظروف صعبه اليومين دول وشغله كتير. ده انا اللي ظروفي صعبه، كل بنت بتحلم بزوج بيحب بيته ومراته مش يرجع لها كل ليلة وش الصبح وهو بيتطوح من السكر. معلش بكرة ربنا يهديه. وانا لسه هستنى لبكرة، انا برضو من لحم ودم وعاوز اللي يحس بيا. على العموم انا اوعدك اني هكلمه والفت نظره. مفيش فايدة، انا اول مرة شفتك فيها وقعدت معاك حسيت بيك قوي، اتمنيت من قلبي انك تكون من نصيبي. لكن يظهر انك مش عارفة قيمة جوزك يا دلال. ده اخويا وانا عارفه كويس، بس انت اصبري عليه. روحي نامي يا دلال واستعيذي من الشيطان الرجيم. يا ترى انتوا موجودين في البيت النهارده باذن الله بعد الظهر؟ حضرتك عايز تغير معاد الدرس؟ لا انا كنت عاوز اتكلم مع والدك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ عندك حاجه دلوقتي؟ انا عندي محاضره كمان ساعه باذن الله. طب ممكن نتكلم شويه؟ انا من ناحيتي يا ابني ما عنديش اي مانع، بالعكس ده شيء يشرفني. ايه رايك يا اعتماد؟ رايي هو انا اقدر اقول حاجه، دي سهى بتشكر في اخلاقك قوي يا استاذ زهير، بس الحقيقه انا افضل برضو ان والدك ووالدتك يشرفونا ونتكلم في الموضوع. أنا للأسف والدتي متوفية، ووالدي للأسف برضه ما بيقدرش يخرج بره البيت بحكم السن والمرض. يا ريت حضراتكم تشرفونا. وماله يا ابني؟ أنا الشكليات دي ما تهمنيش إطلاقًا. شوف الميعاد اللي يناسبك. خير البر عاجله، يا ريت بكرة. عايز حاجة يا بابا؟ لا. بس ما تبقاش تأخر بالليل عشان تحضر فتحة أخوك. طيب أنا هستنى في المحل لغاية البضاعة الجديدة لما تيجي اسكندرية. ما تنساش تجيب معاك شوية حلويات وأنت جاي. حاضر يا عمتي. وآخ شكلها إيه عروستك يا زهير؟ مهما هتكون أكيد بخت أحسن من بخت. شايف يا عمي؟ ده بنت بيناقش، ما تخليك مفتاح عمار، الله يخرب بيتك أنت رخم. وانت بقى مش هتكبر يا ابن الكلب عشان اجوزك. يا ادخل يا حاجة فل قوي شديدة وبتسحب. عفارم عليك. اه ايه ده؟ انتوا واقفين هنا والضيوف قاعدين جوه؟ اما الواد زهير ده عارف ينقب صحيح. اه بالحق، تعالى يا سيدي اما تشوفنا سايبنا الجداد. اهلا 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 احمد بيه والد سهى. اهلا وسهلا. مامتها
اهلا بالست الهانم. ودي طبعا سهى. اهلا وسهلا بعروستنا الحلوه. ونيس اخويا هو اللي ماسك شغل بابا. عمتي تشرفنا. اتفضلوا. الله، امال فين الشربات يا العام؟ مش لما نقرا الفاتحه الاول يا بابا؟ وده معقوله برضه نلاقي لك عروسه بالحلاوه دي ونسيبها تخرج من عندنا من غير ما نقرا فاتحتها؟ اتفضلوا اتفضلوا يا عروس اتفضلوا. اتفضل يا بابا. يا وليس دخل يا ابن الحاجه اللي معاك دي جوه احسن للضيوف يفتكروا اننا بنهددهم ولا حاجه. اسمع. اتفضل سيادة، بس خد بالك اصلها متعمره. برافيلا حته كويسه. الله، هو حضرتك غاوي سلاح؟ انت مش فاكرني ولا ايه يا شيخون؟ العتب على النظر، لكن يزعل صوت سعادتك مش غريب عليا. بص لي كويس. انت عرفتني؟ انت طلعت من انهي باب من ابواب جهنم؟ من باب الماضي يا شيخون. الظهر يا جماعه طلعوا معرفه. عز المعرفه. كنا اصحاب قوي. كانت ايام الله يرحمها بقى. هي مين؟ الأيام اللي فاتت. أنت فاكرني بترحم على الست مراتك؟ حضرتك كنت تعرف ماما؟ الله يرحمها، كانتش تستاهل اللي جرى لها. محدش بياخد أقل من نصيبه. مش دايما. أنا شخصيا أعرف مجرم قتل قتلة، عايش بين الناس وهم فاهمين ان هو راجل عصامي وكون نفسه بنفسه، مع انه كون ثروته من السرقه والقتل. انا برضه اعرف بني ادم الناس بتحامله باحترام، مع انه خرب بيوت. يا ساتر، في ناس وحشه للدرجه دي؟ تفتكروا اللي يحرم عيال صغيرين من ابوهم وامهم تكون جزاته ايه؟ مش اقل بالقتل. انا برضو بقول كده. ترى ايه يا جماعه؟ انتوا جايين تتكلموا في القتل ولا في الخطوب؟ يلا يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض واقروا الفتحه. مستحيل اقدر احط ايدي في ايدين البني ادم اللي رماني في السجن. انا اللي لا يمكن اقدر احط ايدي في ايدين اتغرقت بالدم. دم مين؟ دم امك يا زهير. Yeah.